نتكلم دلوقتي عن جميع منتجات شركة بورينجر انجلين. قبل ما نتكلم طبعا يعني في نقطتين شقين رئيسيين، شق الادويه البيطريه اللي هي الانيمال هيلث وشق الفارماكولوجي. الادويه تقريبا لما فتحت موقع الشركه طلع عندنا الادويه الحيوانيه 42 منتج، والادويه الفارما حوالي اكتر من 32 منتج او حاجه زي كده، يعني المنتجات الحيوانيه اكتر. فمن ضمن اشترت تقريبا مريال، وعندها يعني اسماء المنتجات كفاكسين زي الافتوفيكس والانتي سيل فورت ده بتاع التهاب مفاصل الاحصنه، والبرودلينج ده حقنه للقطط عشان الطفيليات سواء قطط او كلاب او احصنه او ماشيه او كاتل عموما بقره وكده يعني. فلو شفنا مثلا شركه بورينجر كمصدر دخل تاني عندنا الادويه الانيمال. بعد كده هنخش على الفارماكولوجي. الفارماكولوجي عندنا اربع نقط رئيسيين، اول نقطه في السي في اس سواء مثلا ادويه الضغط والستروك والاسكيما والادويه السيوله. تاني نقطه عندنا هي في نقطة الـ CVS، يعني بتوصل لنقطة ايه؟ نو مورتاليتي، محدش يموت يا او اتليست ديسابيليتي، يعني ما يموتش يفضل ياخد العلاج يعني، او احنا نوصل بيه اللي هو ما يموتش. بعد كده عندنا في الانكولوجي عندنا الجايوتريف والاوفيف. بعد عندنا ثالث نقطة عندنا في الريسبيراتور عندنا في الازمة والكوبت والايديوباثيك بالمونوري فيبروزس. بعد كده عندنا رابع نقطة في السكر، السكر النوع الثاني، يعني في ادويه هنتكلم برضو عنها دلوقتي في وبرضو بتعمل برضو عن طريق السيرفي، هي بتشترك معاها في شركه ليلي اللي هي بتاعت الهوميولوج والهوميولين في السكر بتاع النوع الاول. الانترا داي سيرفي مع شركه ليلي تبع الاي دي اف اللي هو انترناشونال دايابيتس فيدريشن. بعد كده دلوقتي هنخش في المنتجات بتاعت الادويه الفارماكولوجي. اللهم صل على النبي، هتبقى اول حاجه هي ادويه السيوله. عندنا اول دواء عندنا حاجه اسمها اكتيليز 50 ملي جرام، ده فيه 2 فايل و2 سولفنت. اللهم صل على النبي، ده الالتبليز في علاج الجلطات. كنت واقف في الصيدليه فجالي تليفون من المهندسين، كنت في مصر الجديده وجالي تليفون من المهندسين عايز اكتيليز، فشفتها لقيتها طلعتها. فدواء زي كده دواء مستشفيات التبليز لازم الوقت، فسواء كنت صيدليه او صيدلي لازم تكون عارف الدواء الموجود عندك، او كنت كمورد او موزع لازم توفر الدواء او سرعه تواجده او خلق يعني سرعه توصيل الدواء وتوافر الدواء. ده في الاكتيليز ده سعره 10600. بعد كده عندنا اللي قصاده الكبسولات، عندنا البراداكسا ده بيجاتران، ده في انتي كواجولانت، يبقى الاولاني في الجلطات والثاني كمضاد للتجلط. في منه تركيزات ال 75 وال 110 وال 150، سعر العلبه يعني العلبه ب 560، والكبسولات دي مش متوفره يعني، كان حد كان قالب الدنيا عليها يعني. ما بين مسائل البرادوكس والمسائل الثانيه زي الفرق ما بين البلافكس سانوفي والكلوبيدوجرول ماركرل، وما بينهم في النص الاستروكا تبع ايبكس. فلا البرادكس من المنتجات الكويسه. بعد كده ده بالنسبه لقسم السيوله وكده او الجلطات. بعد كده هنخش على قسم الضغط، عندنا ضغط عالي وضغط واطي. ضغط واطي كان عندنا زمان الافورتيل بس هي ما بقتش موجوده يعني، فاللي موجود دلوقتي كماركت ليدر هو الكوراسور بتاع شركه امون. فلو حد عرف يرجع الافورتيل تاني حتى لو مستورد هتفرق يعني وكده. بعد كده بالنسبه للضغط العالي عندنا ثلاث مواد فعاله، عندنا التلميسرتان والاميدوبين والهيدروكلوروسيازايد. اللهم صل على النبي، عندنا التلميسرتان والاميدوبين ده في التوينستا، تمام. الاميدوبين 80/10، التوينستا هنا ملوش بديل يعني ملوش مثيل، او هو يونيك فورمولا. عندنا لو خدنا يعني هي هنا شركه بورينجر ماسكه تلميسرتان، شركه استرازينيكا ماسكه كاندي سرطان في الاتاكاند، هنا تلمي سرطان تبع بورينجر. فالعيله سرطان او الاربس لازم مثلا نشوف الفرق ما بين الكاندي والتلمي والفالزرتان برضو يعني. فالفالزرتان نوفارتس، الكاندي زرتان اللي هو استرازينيكا، والتلمي سرطان شركه بورينجر. كهنا شركه بورينجر التلمي سرطان داخل في منتجين، اول منتج اللي هو التونستا مع الاملو دي بي ده منتج مميز، التلمي سرطان داخل مع الهيدروكلوروسيازايد اللي هو بتركيزاته له كذا تركيز، ده برضو مميز جدا يعني. فهنا في يعني يونيك او احتقار شويه يعني. فهنا من المنتجات المميزه الميكاردز بلس، الميكاردز بتركيزاته والتوينستا، تلمي سرطان واملو ديبين، وهناك تلمي سرطان وهيدروكلوروسيازايد. نفس الفكره بالظبط، بس عندنا شركه نوفارتس عملت الاكسفورج اتش سي تي اللي هو فالزرتان وهيدروكلوروسيازايد والاملو دي بين. الفرق يعني بس هنا مفيش المنتج الثلاثي ده يعني تقريبا مش يعني هم يعني الشركه هنا ما قلدتش هناك، وشالت الفالزرتان وحطت التلمي سرطان. ففي دي فروقات ما بين ادويه الضغط
دي بالنسبة لنقطة أدوية الضغط. نقطة أدوية السكر في نقطتين، عيلة جليبتين وعيلة جلايفلوزين. هنبتدي بعيلة الجلايفلوزين. الجلايفلوزين في منها 3 أنواع، في منها الإمبا والكانا والدابي. الدابي فورسيجا، فورسيجا أسترازينيكا، الكانا الإنفوكانا شركة جونسون. يعني كان تالت حاجة الإمبا الجارديانز، دي شركتنا البورينجر. اللهم صل على النبي، اكتر دوائين مشهورين الفورسيجا والجارديانز. الانفوكانا كان المبيعات بتاعته قليله عشان السايد افكت بتاعته وكده، بس تقريبا المبيعات بتاعته هترجع تاني يعني. فدول اشهر 3 منتجات. انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الجارديانز الامبا، في منها ال 10 وفي منها ال 25. عندنا في كذا شركه بتتنافس مع الجارديانز، عندنا الميليتو فيكس ايفا والدايكيوري ماب شركه ايبكس، والامباكوزا شركه زيتا، والاكتو جلايفلوزين شركه اتكو. الجارديانز احنا قلنا امباجلايفلوزين، عدلنا على المنتج وحطينا ميتفورمين، ادينا السنجار دي بقى الامبا مع الميتفورمين بلو كذا تركيز، برضو من المنتجات المميزه جدا وسعره من الغالي. الحاجات اللي شبهه جلايفلوزامات بتاع ماركرل والميليتوفاكسيمات شركه ايفا، ده بالنسبه لعيله الجلايفلوزين الاسترا وجونسون وبورينجر. بورينجر من المنتجات المميزه، ده بالنسبه للجلايفلوزين. بعد كده عيله جليبتين، عيلة جليبتين برضو المعروف، عندنا المنتج اللي معانا هنا اللي هو لينا جليبتين تراجينتا، تراجينتا لينا جليبتين 5 مللي جرام. هنا برضو من المنتجات المميزة، برضو ملوش بد يعني. نلاحظ ان شركة بورينجر من المنتجات فعلا يعني اللي ملهاش يعني حاجة زيها، مميزة جدا يعني، اللي هو ب325 جنيه وملوش بديل في السكر يعني. لينا جليبتين، عيلة جليبتين لو جينا نخصص مثلا عيلة جليبتين، عندنا الفيلتا جليبتين في الجالفز شركة نوفارتس، بعد كده سيتا جليبتين في الجانوفيا، ولو حطينا عليه متفورمين هيدينا الجانوميت الام اس دي. بعد كده عندنا السيكسا جليبتين ده في الانجلي الانجليزا ده في الاسترا زينيكا، وعندنا اخر منتج اللي هو الالو جليبتين ده في بتاع تاكيدا في حاجه اسمها في بي بيديا، ده المثيل بتاعه عندنا الانهي جليب بتاع شركة الحكمة. يبقى كده عندنا الجليبتين، عندنا بتاعنا هنا اللي هو لينا جليبتين بتاع التراجينتا، وعندنا دي 3 4 منتجات يعني. عندنا في الجليبتين عندنا 5 حاجات، اللينا والفيلدا والسيتا والسيكسا والالو جليبتين. هنا بنتكلم عن اللينا جليبتين، طبعا بيحط عليها حاجات فوق مع الميتفورمين جالفازميت والجانوميت والحاجات التانية بقى وكده بتاع بتاع اللهم صل على النبي بتاع تاكيدا بتاع استرازينيكا. اشهر 3 منتجات عندنا اللينا جليبتين والجانوفيا والجالبز. من الحته الفنيه هنا المميزه جدا 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 اللي عملتها شركه اللهم صل على النبي شركه بورينجر، عندنا حاجه اسمها جلاي زامبي، جلاي زامبي او زي ما بتتنطق يعني، ده منتج ب 700 جنيه في عيله الجلاي فلوزن والجليبتين، خدت الامبا بتاعتها واللينا جليبتين وحطتهم مع بعض في منتج مميز جدا جلاي زامبي او جليك زامبي يعني زي ما بيتنطق. عندنا الحاجات اللي زيه اللهم صل على النبي الامباكوزا بلس بتاع زيتا والامباكريل، وعندنا الجليمبا كيور بلس تبع المالتي كير، يبقى في مالتي كير وزيتا وماركريل. دي من المنتجات المميزه جدا يعني. بالنسبه لشركه بورنجر يعني ده من يعني كل الشركات بيبقى عندها سيل، سيل دي اللي هي اللزقه اللي بتتحط، اللي هو مثلا يعني تعرف العلبه ما بتتحتش، هنا بورنجر عامله العلبه مقفوله، فلو يعني مثلا صعب تفتح العلبه او تقرا الليفلت الا مثلا لما يعني تعمل العلبه وكده يعني. فدي من الحاجات المميزه بتاعت شركه بورينجر. فده بالنسبه لنقطه ادويه السكر، عيله جليبتين وعيله جلايفلوزين. بعد كده هنتكلم عن السفرول او البرامي بيكسول، ده بيزود الدوبامين عشان الشلل الرعاش، 0.18 و0.7 ده ب 645. اللي شفته برده بيتباع اكتر من السفرول، السفرول ده يعني الناس يعني العيله القومي يعني وكده. الراميكسول بتاع ايفا بالتركيزات برضو بتاعته. بعد كده عندنا من اكتر المنتجات المشهوره بشركه بورينجر هي السبايريفا. السبايريفا ده بيست سيلر هنا، زي ما قلنا الابيليفاي كان بيست سيلر في اوتسوكا، عندنا السبايريفا بتركيزاته كان في وقت من الاوقات تايتروبيوم، ده بيست سيلر في شركه بورينجر.
طبعا يعني المفروض احنا نتعلم ازاي نستخدم البخاخه وكده في جميع يعني امراض الازمه والكبد، يعني من الحاجات المميزه لازم لو حد يعرف يجمع الحاجات دي كلها مره واحده، او انا بفكر اعمل كده، تبقى من الحاجات المميزه جدا. يعني ازاي تستخدم البخاخه، شركه ايفا عامله انهيلكس. لو جينا مثلا نرسم يعني كيرف كده، برودكت لايف سايكل، انهيلكس شفته في وقت من الاوقات طلع، وبعد كده حاليا ما بقتش اشوفه بيتكتب، او المكان اللي انا كذا مكان انا شفته يعني ما اشتغلش بقى وكده. الانهيلكس فلازم نعرف يعني دورة حياة المنتج، يعني اللي هو مثلا عندنا البراند موجود، الجينيريك بيطلع مثلا منه بسبع ثمان شركات، في شركات بتكمل، في شركات ما بتقدرش تكمل. بعد كده عندنا بعد الاسبيريفا نتكلم على الاتروفنت، الابره تروبيوم بتركيزاته، الاتروفنت الاتروفنت والبالميكورت تبع استرا، والفاركولين بتاع فاركو، ومحلول الملح عشان يصنف في جلسات الاطفال. انا يعني هنا بتكلم عن نقطه ايه، الاتروفنت لازم تركز برضو في الاتروفنت والبالميكورت، في حيث مثلا عدد الامبولات، يعني هنا العلبه شريطين، كل شريط فيه 10، في البالميكورت اربع شرايط، كل شريط فيه 5. اللهم صل على النبي. ده التروبيوم، الاتروفنت ناقص نشوف اي حاجه بنفس الماده الفعاله، ما ينفعش نطلع الكومبيفنت او الساوبيفنت بدل الاتروفنت عشان الماده الفعاله اللي جوه الاتروفنت ابره تروبيوم بس، الكومبيفنت معاه سال بيوتامول. الاتروفنت يعني الحاجه اللي زيه تبع شركه فياتريس، ابره تروبيوم فياتريس، فياتريس اخذت فايزر ومايلان ومايلان بعض المنتجات. الاتروفنت طبعا بتركيزاته القليل والكتير. بعد كده عندنا الكومبيفنت، خد اللي هو الابره تروبيوم بتاع الاتروفنت وحط معاه سال بيوتامول. عندنا اللي زي الكومبيفنت، عندنا السوا بيفنت، السوا بيفنت عندنا تبع شركه فودا كيم او اي مثيل، يعني في حته الحاجه دي مثلا في حته فصل الشتاء لما يجي الحاجه كلها بتنقص، او تقريبا اللي بيجيب قبلها بسنه، مش عارف يعني على حسب برضو الاكسباير. اللهم صل على النبي. طبعا يعني من النقط اللي انا ارتفع الضغط الكاندي بتاع استرازينيكا والتلمي بتاع بورينجر، لازم برضه نعرف الكاينيتيك والتهاف، وده مميز ده عن ده في ايه، طب الكلينيكال ريسيرش، طب انا ليه خدت الماده دي. وطبعا احنا قلنا في الجليبتين اربع منتجات، في السرطاني هنا برضه كذا عيله، نعرف ليه الشركه دي، او ليه يعني ليها حق الرعايه في الحاجه دي، طب انا ايه تفوقني عن المنتج ده، طب هل السيرفيس مثلا بتاعت الدكتور او بتاثر على الحاجه، طب هل انا هممني المريض، طب البديل هنا فعال زي كده، وكل الكلام ده كله. بعد كده عندنا حاجه اسمها بيتا، حاجه بتزود البيتا اجونست عشان الكابرونكو دايليتور بيرو تك، في منه قراص وفي منه شراب، والحقيقه انا ما شفتوش. بعد كده عندنا الكاتا بريسان، ده كلونيدين، ده الليجال امبورت في بتركيزات سواء 100% او 150. اللهم صل على النبي. الكلونيدين ده في الضغط. بعد كده عندنا حاجه اسمها سبويلوتو ريسبي ميت، في منها الاثنين ونص، وفي التايتروبيوم والاولو داتي داتير هيدروكلورايد. التايتروبيوم اللي هو ك يعني برونكو دايليتور، والتاني انتي كولينرجيك. ده المنتج مميز جدا، بيستخدم في علاج الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز او الكوبد. بعد كده بنتكلم على الانكولوجي. الانكولوجي عندنا او عندنا منتجين، الجيوتريف ده ب 13000 جنيه، افاتينيب 30 مللي جرام في 28 قرص، بيستخدم في ابيديرمال جروث فاكتور انهبيتها، اليوزز بتاعته في الميتاستاتيك نون سمول سيل لانج كانسر. بعد كده المنتج اللي بعد كده الاو فيف ده في منه تركيزين، ال 150 مللي جرام في 60 كبسوله، وال 100 مللي جرام في 60 كبسوله. ال 100 مللي جرام ب 17000، ال 150 مللي جرام ب 85000. الماده الفعاله بتاعته هنا نينتيداميب، ده كانتي فايبروتيك في الفايبروزيس والسكليروزيس بتاعت اللونج. المنتج ده اتباع قدامي تقريبا لما كنت شغال في صيدليه، كان مدير الصيدليه بعت ثلاث علب، علبتين من 150 وعلبه من 100، فتقريبا المحصله كانت حوالي 90000 يعني كده. بعد كده عندنا الموبيك، الموبيك او ميلو اوكسيكام، طبعا عيله الاوكسيكام المميزه، في منها الامبولات، في منها البوس، في منها الاقراص، الاقراص بتركيزاته 7.5 وال 15، ده بيستخدم ك عندنا برضو الحاجات اللي زي ميلوكس كام، عندنا انتي كوكس شركه ادويه، ميلو كام شركه امون، موبيتيل شركه المهم، والموكسين او المحسن في شركه الاي جي بي الايجيبشن جروب فارماسيوتيكال اندستري. عندنا برضو اخر حاجه برضو شفتها الميوكوسولفان والباسكوبان، ده الباكجنج بتاعهم زمان تبع بورينجر، دلوقتي بصيت عليهم لقيتهم مثلا تبع شركه سانوفي. برضو احنا قلنا هنا من المنتجات المميزه شركه رائده مثلا سواء في المنتجات الحيوانيه، كانت تنتج منتجات حيوانيه اكتر من
من الادويه البشريه الانكولوجي عندها الاوفيف والجايدريف سي في اس، قلنا طبعا اللهم صل على النبي في الاكتيليز والبرادكسا وريسبيراتوري في الازمه والكبد، برضو من المنتجات المميزه، والسكر والضغط برضو. ما بين نفرق ما بين الشركات ده بالنسبه للطبيب يعني، فدايما مصلحه المريض يعني هي في المقام الاول. شكرا.